بس انا ما بيصير يرقص بتولع معهم على الكوفية. بلاقي اصحابه مرته بتصير ترقص لحالها. يعني تعال ايش؟ ارقص معي. بتفلس مسكينه بتروح تقعد اخر القاعه. هو بيخلع. ايش بدها تجيبه لعندها؟ بتقول له ولك تعال تعال تعال. بقول له ايش بدك؟ ايش في؟ بتقول له تعال. ايش في اكل؟ رقص القاعه. تعمل له هيك. تخيلوا هذا الحوار. تعمل له هيك. جاش! ايوه انا قسم من الجاشه. بتمحن بالقاع. ما شو ده العيب قسم من الشاشه. تعمل له هيك. ايش هاي؟ بتعمل هيك. افغاني امسحها. كنا سايري معك. افخاري انسحب. بقول ايش الثاني غير افخاري انسحب. بتعمل له هيك. جنحان ايش الثاني. بتعمل له هيك. شنيتسل تروح تشتري. شنيتسل ايش الثاني. بالاخر مسكين بتعمل هيك. سمك. اي نوع سمك. بياع في الحار. بتعمل له هيك. ايش؟ القريدس. ايش تاني؟ بتعمل له هيك. مش حدا باكل مش هذا كله كوليسترول. بالاخر بتوقف على الطاوله هيك بتعمل. ايش هذا؟ مكبات. وانا بتمنى لكم انكم تكفتسوا من سنه اولى لثاني ومن ثاني لثالثه ومن ثالثه للام اي والام اي للدكتوراه. يعطيكم العافيه.